كمدينة هي الاكستنشن الطبيعي للقاهرة الكبرى، يعني في ناس كتير عايشة في طنطا بتشتغل في القاهرة والعكس صحيح. يمكن اللي كان ملحوظ بالنسبة لنا من 3 سنين ان معظم سكان طنطا لما بيعوزوا يعملوا شوبينج او يتحركوا بيحتاجوا يتحركوا على اسكندرية او القاهرة. احنا كالسي وكيكي اوريدي اكزيستنج في طنطا، عندنا ستور في طنطا، اكتشفنا انه السوق المحافظات الاخرى ده سوق قوي جدا. لا اللي ما باعش في الاقاليم اي ثينك انه ما باعش يعني السوق في الاقاليم ده سوق كبير جدا جدا، انه الناس تروح هناك دي خطوة مهمة قوي. بعد الاكسبيرينس بتاعت مراكز في القاهرة قررنا ان احنا لازم نقدم حاجة جديدة ونطلع بره القاهرة واسكندرية، علشان برضو المواطن في المحافظات احتياجاته كانت لازم ان احنا نشوفها وان احنا نقدم لهم سيرفيس تليق بيهم لحد عندهم. هذه نوعية من الاستثمارات انا بسميها دايما جيم تشينجر، يعني بتغير ثقافة المجتمع. احنا اول ما لقينا حد في مصر بيفكر انه يطلع بره الكونفنشنال كونسبت وانه يروح لمول في قلب الدلتا وير البيرسينج باور موجودة واهالينا هناك والعملاء بتوعنا هناك ايجر ومتعطشين جدا ان هم يبقى عندهم شوبينج اكسبيرينس. المول نفسه كبير، عاملين فيه بلاي اريا، جايبين هايبر ماركت، في مناطق المطاعم وكافيهات. مول طنطا في سبينيز هايبر ماركت على مساحه 4000 متر، بيجمع كل الميرشندايز بتاعه الهايبر من اول الفود اند بيفرجز لحد الالكترونكس لحد كل حاجه. مول طنطا في اكبر واهم سينما موجوده في المحافظات، السينما فيها 7 سكرينز. الاوبريتور بتاعنا جالكسي، فهو طبعا من اهم الاوبريتورز في مصر. عندنا بيلي بيس، دي من اهم الملاهي اللي موجوده حتى في القاهره على مساحه 1500 متر، فدي يعني انترتينمنت اسبيكت جامد جدا. الكونستراكشن بتاعه المول تقريبا خلصت، فاضل شويه لاندسكيب ورك بره. التننتس بنسبه 70% بتشطب. زي ما بنقول ان القاهره أو اسكندرية بيخدموا المحافظات القريبة منهم، لما توجد مول في حتة سنترال في قلب الدلتا زي مول في طنطا هيبتدي يخدم المحافظات أبعد ويوصل لريتش أبعد وهيجيله ناس من حتت أبعد. هقولها بالبلدي، هي سرة الدلتا، تمام؟ فهي بتخدم على 5-6 محافظات. احنا كنا دايما عاوزين نروح الاقاليم، بس ما كناش عايزين يبقى عندنا ستاند الون شوب، يعني الخطوة دي مش خطوة سهلة. ما صدقنا انه في مراكز رايحه هتعمل مول في طنطا، فديس از واي احنا كنا متحمسين جدا جدا لخطوه زي دي، ومع مراكز طبعا they make it much more easy. فطبعا من اول ما تعرض علينا الفكره بالعكس we were very supportive and we were very excited لانه هناك المستقبل. مول طنطا في تيننت ميكس مميز جدا، عندنا F&B تيننتس مهمه جدا في الفود كورت زي ماكدونالدز زي امريكانا، عندنا لوكال براندز، عندنا في الفاشن عندنا وايد سيلكشن اوف انترناشونال ولوكال براندز. هناك مراكز شركه ليها سمعه طيبه على مستوى العالم العربي، عندها بورتفوليو من البراندز او محفظه من العلامات التجاريه المتميزه. مش عايزين نكمبرومايز، ما فكرناش انه والله اصل طنطا از اوت اوف كايرو وتعالوا نفكر في كومبرومايز. اون ذا كونتراري وير دوينج ات ذا رايت واي تكست بوك. تجربتنا مع مراكز بالذات تجربه ناجحه وجيده، وبشكر كل القائمين بالعمل فيها وبيتميزوا بالحرفيه العاليه والدقه في الاختيار والتخطيط وكذلك التنفيذ الحق والقوال. يعني طبعا من الحاجات اللي شجعتنا جدا كمراكز ان احنا برضو نروح المحافظات هي مجهودات الدوله في ان هم يطوروا المحافظات، فالدوله ساعدتنا في ان هم يطوروا الطرق المؤديه للمول، وبرضو في التسهيلات لكل الحاجات الانفراستراكشر وكده، ده كان ليها دور طبعا خلى المشروع يقدر يخلص في الميعاد وان احنا ان شاء الله نفتح في الميعاد. النهارده بنتكلم عن عمل فعلي في أكثر من 8 محافظات على الأرض في شغل، وسعيد جدا بما يحدث في
في طنطا وفي الغربية. إن شاء الله عندما ينتهي هذا المشروع هيدي واقع حقيقي جديد. I believe in مراكز they're mastering their craftsmanship when it comes to shopping destinations. دايما بيبقوا حريصين ان هم يوفروا كل حاجة تسهل عليا انا كتننت او كبراند ان انا اوفر كل اللي انا محتاجه واعمل اللي انا محتاجه كله بحيث ان في الاخر البراند يطلع باحسن شكل ممكن. انا احساسي ان ما يحدث الان على ارض الغربية بشراكة من بعض من شركات عالمية كلهم شركات متميزة هيدي تأثير ونقلة حضارية حقيقية في المنطقة، ليست الغربية فقط ولكن المحافظات المحيطة.